يسعد لي صباحكم، أهلين وسهلين فيكم بمجتمع البحيرة البلورية اللي هي الوجهة النهائية للمعيشة الفاخرة. بالآخر فاز من هيدا المشروع بيقدم فيلات بمساحات بناء كتير كبيرة بتتراوح بين 11 سكوير فيت ل 13 سكوير فيت، من تصاميم معمارية من المصمم العالمي نبيل غلوم وتصميمات داخلية من بلينك. كل فيلا فيها أبو طابق أرضي طابق أول مع تراس، وفيها تصميمات مختلفة بيقدر يختار منها الزبون أي تصميم، بالإضافة أنه ممكن الأكسس أو الدخول لشاطئ رملي خاص برايفت لهدول الفيلات بس. هيدا المجمع كامل هو مخصص فقط للفيلات أو للتاون هاوسز بس. كل المجمع فيه إطلالات بانورامية على المي، كل المجمع فيه ملاعب أطفال، كل ما يمكن تخيله من الرياضات البحرية. تفضلوا معنا للكريستال لاجون، منتهى الفخامة بالمعيشة بدبي.